وينضم إلينا الأستاذ علاء ثابت، رئيس بيت العيلة المصرية في ألمانيا. أستاذ علاء، أهلا بك معنا عبر تن. أهلا بحضرتك يا فندم والسادة المشاهدين، وشكرا على التواصل مع مصريين الخارج. طيب سيد علاء، يعني هي ساعات قليلة تفصلنا عن بدء ماراثون الانتخابات، انتخابات المصريين في الخارج، انتخابات رئاسية 2024. الهيئة الوطنية للانتخابات تتحدث عن أنها انتهت من كافة الاستعدادات لعملية الاقتراع في الخارج. كيف رصدتم هذه الاستعدادات وكيف هي مختلفة، ما الإضافة هذه المرة عن الانتخابات السابقة بحيث أنها تيسر على المصريين؟ اكيد طبعا يا فندم، احنا بدانا حمله من اكتوبر مع الجاليات والجمعيات اللي موجوده في الولايات الالمانيه، وبدانا عملنا لجنه تنسيق بين الجمعيات ورموز الجاليه على اساس ان احنا نوعي المصريين باهميه الحشد، خصوصا في الانتخابات دي المهمه جدا جدا بعد احداث غزه. فاحنا مطلوب مننا ان احنا نقف مع بلدنا ونقف مع دولتنا، وفي نفس الوقت يكون صوتنا امانه، يعني كل واحد المفروض مصري في الخارج انه يحس ان البلد محتاجه صوته، وان هو يختار الرئيس القادم لجمهوريه مصر العربيه 6 سنين القادمه. واحنا الحمد لله وعينا المصريين وعملنا حملات وعملنا زوم اكتر من مره مع الجمعيات اللي موجوده، وحضرنا نفسينا في استقبالهم، وفي طبعا متطوعين موجودين في السفاره في برلين وفي القنصليه في هامبورغ وفرانكفورت، على اساس ان لاي مشكله كمان حطينا التليفونات بتاعتنا، اي مشكله لاي مصري هنقدر ان احنا نحلها له. يعني في امكانيه للتواصل، هو يقدر. نعم، يعني انتم سهلتم على الجاليه المصريه في برلين في المانيا عموما انها تتواصل معكم من خلال ارقام هواتف اعلنتموها هناك؟ طبعا. اي مشكله طبعا وفي كونتاكت مع السفاره المصريه ومع وزاره الهجره دائما. كانت السيدة الوزيره سهى جندي عملت معانا لقاء، وسيادة المستشار محمود فوزي عمل الحمله عمل معانا برضه لقاء، فاحنا في تواصل دايما مع المسؤولين في مصر على اساس ان احنا بنمهد ونسهل عمليه التصويت بالنسبه كمان للمصريين. اللي معاه باسبور ساري يجي يتفضل يجي ينتخب، اللي معاه بطاقه ساريه يجي ينتخب، وهي منتهيه برضه ممكن يجي ينتخب. فكل ده تسهيل للمصريين على اساس ان احنا نشجعهم ونعمل حشد، نوري العالم كله ان المصريين الخارج ومصريين الداخل اختاروا الرئيس القادم لمصرنا الغاليه، خصوصا في الظروف الاستثنائيه اللي احنا فيها دي، بتختلف عن 2018 و2014. صحيح. وكل مصري عنده الوعي قدر فضل. طيب سيد علاء، هل فعلا من خلال هذه الهواتف تم الاتصال بكم من المواطنين المصريين هناك؟ كان في شكاوى معينه تم التواصل معكم بخلال الشكوى من مشاكل محدده وتم حلها؟ اكيد طبعا، يعني هم طبعا سؤالهم دايما طب احنا لو جينا بالبطاقه منتهيه طبعا نعمل ايه؟ فهمنا لهم وقلنا لهم السفاره ودوت الهيئه الوطنيه قررت ان يكون في انتخابات للبطاقه الساريه، ولو البطاقه كمان منتهيه وللباسبور الساري يقدر ان هو ينتخب. بالنسبه للمواصلات مثلا، لان احنا عندنا السفاره في برلين موجوده، هيقدروا هيجوا بالعربيات الخاصه بتاعتهم، وفي ناس طبعا هتجيب اصدقائها معاها، يعني كل المشاكل اللي هي موجوده يعني عند كل مصر. تم تخصيص حافلات لنقل المواطنين؟ لا، مش محتاجين حافلات، لان الحمد لله يعني المسافات قريبه من قريبة. بعض. وبعدين معلش يعني مش حد هيستخسر في مصر ساعه او اتنين ان هو يتعب نفسه ويوصل لغايه السفاره او القنصليه ويجلب صورته الواجب الوطني على كل مصري. طيب سيد علاء، يعني انما اي مشاكل افهم من كلامك بالضبط انكم لمستم نيه كبيره للمشاركه في الانتخابات الرئاسيه المصريه. أكيد يا فندم، أكيد الشعب المصري عنده وعي حاليا زي ما قلت لحضرتك. الفترة دي والانتخابات دي انتخابات استثنائية، بعد اللي ما شفنا اللي حصل في غزة، وإن سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حط خط أحمر للتهجير وكل المشاكل اللي موجودة، وإن العالم كله حاليا دلوقتي هو مش ممكن يجوا كلهم عشان غزة. المهم إن إحنا عارفين إن مصر عليها مؤامرات داخلية وخارجية، فمصريين حاسين إن فعلا محتاجين إن إحنا نختار الرئيس القادم لمصر، الرئيس القوي ان شاء الله باذن الله.
في الفتره اللي جايه باذن الله الوضع يكون احسن، واحنا كمصريين شفنا لمسنا الانجازات اللي موجوده، ولمسنا لما بننزل مصر بنشوف حاجات كتيره زي حياه كريمه، زي العاصمه الجديده، مدينه العالمين، القضاء على العشوائيات، كل ده بنوعي المصريين. وكمان نفس الشيء بنحاول نحارب الاشاعات اللي موجوده، الناس اللي هي مغرضه واللي هي سلبيه. لا ان شاء الله باذن الله، يعني احنا متوقعين ان شاء الله يكون الاقبال باذن الله في حشد، هيبقى حشد كويس. واحنا زي ما قلت لحضرتك احنا هنستقبل المصريين اخواتنا وحبايبنا واصدقائنا عند السفاره وعند القنصليه في هامبورغ وفي برلين وان شاء الله وميونخ باذن الله تعالى. نتوقع ان شاء الله يكون في كثافه عدديه ومصر تعدي على خير في الفتره دي باذن الله بشعبها العظيم وجيشها العظيم ان شاء الله. طيب هل بدء عمليه الاقتراع غدا باذن الله سيد علاء، هل لديكم خطه لارشاد المواطنين لعمليه الاقتراع بحيث تسهلون عليهم؟ اكيد طبعا، احنا متواجدين في السفاره كلجنه وكجمعيات، موجودين في السفاره الساعه 9 صباحا ل 9 مساء، في متطوعين موجودين وفي التليفونات بتاعتنا زي ما قلت لحضرتك موجوده على الواتس وموجوده في تواصل بيننا وبين الجروبات، ان في اي مشكله تقدروا ان انتوا تتصلوا بينا واحنا نحلها فورا. وفي طبعا السفاره مسهله كل حاجه، الاماكن موجوده ومعده لهم، وزي ما قلت لحضرتك حاجه احنا منتظرينهم بالاعلام ومنتظرينهم بالاغاني الوطنيه ومنتظرينهم بالحلويات المصريه ومنتظرينهم عائلات، وعايزين العائلات يجوا كمان مع الاطفال عشان ينموا، يبقى في انتماء للطفل حتى ان هو رايح لبلده ورايح لمكان اللي هو السفاره اللي هو ينتخب رئيسه. فكل دوت احنا بنوعي المواطن المصري اللي هو موجود، لان ده حق لان اكتسبناه ما كانش موجود قبل كده، ما كانش المصريين 14 مليون موجودين في الخارج، ما كناش بننتخب قبل كده، دلوقتي الحمد لله الحق ده من حقنا كمصري ان انت تختار رئيسك القادم، او اذا كان في انتخابات مثلا، ولا مثلا التعديلات الدستوريه، المهم ان انت كمواطن تدي برايك ويكون لك راي في مستقبل مصر، وده اللي احنا بنشجع عليه المصريين، وان شاء الله باذن الله المصريين هيكونوا قدها وهيكونوا في قلب الحدث باذن الله تعالى ان شاء الله. طيب أشكرك أستاذ علاء ثابت رئيس بيت العيلة المصرية في ألمانيا على كل هذه الإيضاحات.